هنتعرف على حكاية الجاسوسة حكمة فهمي وحكاية انتمائها لشبكة جاسوسية مع الألمان وعلاقتها بأنور السادات وإزاي تم تجنيده لصالح هذه الشبكة وكيف تحالف مع الألمان وكيف سقطت شبكة الجاسوسية اللي كانوا تابعين ليها وإزاي نجا أنور السادات من السجن لما انكشف أمر الشبكة وإزاي كانت نهاية حكمة فهمي. حكمة فهمي كان لها قصة قديمة مع الاحتلال أو بمعنى أدق حادثة، فكانت صغيرة لقت نفسها وسط مظاهرة ضد الإنجليز، وطبعا هي ما تعرفش أي حاجة فما قدرتش تهرب، لقت نفسها يا عيني وقع على الأرض وجنود الاحتلال بلا شفقة ولا رحمة نازلين عليها بالكرابيج عمالين يضربوا فيها لحد يا عيني ما عدموها العافية ولقت نفسها فقدت الوعي. الحادثة دي أثرت فيها تأثير سلبي جدا، زرعت جواها حقد وكراهية للإنجليز. حكمة فهمي رقاصة وممثلة مصرية من مواليد محافظة دمياط في 24 نوفمبر 1907، عملت ممثلة في فرقة علي الكسار ثم راقصة في فرقة بديعة مصابني سنة 1923، لقبت بسلطانة الغرام. وبما انها بقى شغالة في صالة بديعة فكل يوم هتتمسى بوشوش الضباط الانجليز اللي كانت رجلهم مش بتتقطع عن الكازينو طبعا للشرب بقى والسهرات ومشاهدة احلى الرقصات من الحسنة. اتعرف عن حكمة فهمي انها كانت على علاقة قوية بضباط القوات البريطانية لانها كانت بتشتغل في الكازينو وكانت بتفتح ازايز لدرجة انها كانت بتكسب في كل ليلة 300 جنيه طبعا ده من خلال ترددهم على كازينو بديعة. فسافرت لأوروبا ورقصت في أشهر الملاهي الليلية هناك، ولكنها رجعت مصر بعد الحرب العالمية الثانية وتجوزت من المخرج محمد عبد الجواد وخلفت منه ابنها مجدي. اتعمل فيلم يجسد شخصية حياتها اسمه الجاسوسة حكمة فهمي اللي جسدت الشخصية الفنانة نادية جنة. دايما كانت بتصرح بأنها بتكره الإنجليز بشدة، كره ملهوش حدود بسبب الحادثة اللي تعرض لها وهي صغيرة. فلما سافرت لأوروبا وبالتحديد في النمسا اتعرفت هناك على حسين جعفر أبلر وهو جاسوس ألماني قدم لها نفسه على أنه طالب مصري جاي يدرس في النمسا، فقدر يوقعها في شباك غرامه وزي ما ظهر في حياتها فجأة برضو اختفى من حياتها فجأة. المهم ان حكمة فهمي بعد ما رجعت مصر زي ما ذكرت بعد الحرب العالمية الثانية رجعت ترقص في ملهى الكونتيننتال من غير ما تعرف انها تم تجنيدها لصالح المخابرات الألمانية واللي جندها هو أبلر نفسه. المهم ان الألمان حاطين عينهم عليها من ايام ما كانت بترقص في النمسا، فلما شافها رئيس المخابرات الألمانية وهي بترقص دعاها للرقص امام هتلر في احدى الحفلات الرسمية في ألمانيا، ولما شافها جابلز اللي هو وزير الدعاية او الاعلام لهتلر قرر انه يجندها لصالح الألمان. وهي بقى في الملهى اللي كانت بترقص فيه بعد عودتها لمصر ظهر لها مرة تانية أبلر تنطلها زي العفريت وتفاجئت بيه وفرحت جدا، وفي أثناء حديثهم مع بعض كانت بتذكر الإنجليز بأبشع الألفاظ وكانت بتنعتهم بأوحش الصفات. كشف لها جعفر عن شخصيته الحقيقية وعن المهمة اللي كلفته بيها المخابرات الألمانية. ما صدقت حكمة فهمي ان هي تلاقي فرصتها وتعاونت مع الألمان. المهم انها تلاقي فرصة تنتقم بيها من الانجليز اللي هي بتكرههم، وهي كان عندها عوامة على النيل اجرت عوامة جنبها علشان يتقابلوا فيها. المهم انهم كانوا بيعقدوا اجتماعاتهم وبتوصل لهم الاوامر عن طريق اللاسلكي، ولكن انكشف امرهم وتم القبض على 2 من اللي معاهم، بس هم ما كانواش يعرفوا بالموضوع ده. وبطلت الشبكة انها تتسلم رسائل من أبلر لدرجة انه اعتقد ان اللاسلكي باظ، وطلب من حكمة فهمي انها تستعين بأحد الاشخاص اللي يكونوا اهلا للثقة علشان يقوم بتصليح الجهاز ده. ملقتش انسب من الضابط انور السادات اللي وصلت له عن طريق صاحبه حسين عزة، فوافق انه يصلح الجهاز اللاسلكي وتعاون مع الالمان لانه برضو كان بيكره الانجليز جدا. فقدرت حكمة فهمي انها تحصل على معلومات خطيرة لصالح الالمان زي مواقع الجيوش جيوش الحلفاء واستعداداتها، واهم معلومة هي تركيز الجيش الانجليزي للدفاع في منطقة العالمين، والمعلومة دي بقى ما وصلتش لرومل. وبعدها انكشف امرهم عن طريق امرأة يهودية كان أبلر على علاقة بيها اسمها إيفات، وهي كانت جاسوسة لصالح الموساد في مصر. عرفت بامرهم لما كانت بتقضي ليلة مع أبلر في العوامة وسمعته هو بيتكلم بالألمانية عبر اللاسلكي وبينقل معلومات مهمة، وطبعا
إيفت ما كدبتش خبر، راحت قالت المعلومات دي للقادة بتوعها، وهم بدورهم وصلوا المعلومات دي للإنجليز وقدروا يقبضوا على أبلر وحكمة فهمي وباقي المجموعة. ولكن أنور السادات قدر إن هو يهرب، وكان عقابه إنه اتفصل من الجيش بعد ما أنكر معرفته بالألمان. أما باقي الجواسيس بقى فقابلهم تشرشل رئيس الوزراء البريطاني اللي ساومهم إما يتعدموا أو إن هم يفصحوا عن سر شفرتهم، وطبعا هم اختاروا إن هم يفصحوا عن سر شفرتهم. وقدر الإنجليزي يخدعه رومل واتقبض على حكمة فهمي واتسجنت سنتين ونص، وقدرت إن هي تهرب بعد ما دفعت رشوة 200 جنيه وخرجت وعاشت في الفقر والبؤس، وفضلت عايشة داخل كنيسة تتوسل إلى الله إنه يغفر لها ما مضى من حياتها، وفضلت لآخر حياتها تخدم في الكنيسة لحد ما توفت. وأثناء خدمتها ما كانش عارف إن هذه الخادمة هي سلطانة الغرام الراقصة حكمة فهمي.